يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا صدق كثير من الناس أن يوم 21 من ديسمبر الجمعة الماضية كان هو اليوم الذي سينتهي فيه وجود هذا العالم؟ لعلنا نحن لم نشعر كثيرا باهتمام وتصديق الناس بمثل هذه الإشاعة والخرافة، باعتبار أن لدينا من تفاصيل العقيدة في اليوم الآخر ولدينا من العلامات والأشراط المذكورة في القرآن الكريم وخارج القرآن الكريم بما لا يفتح لنا المجال لأن نصدق مثل هذه الإشاعة. ولكن على المستوى العالمي رصد هناك اهتمام كبير وتصديق بشكل غير معقول لهذه الخرافة. هناك تساؤل طرح على مستوى العلماء، طرح في المنتديات، والطرح في وسائل الإعلام بشكل كبير: لماذا صدق الناس نهاية العالم في الجمعة الماضية؟ وكان أهم عامل خلصوا إليه هو مسألة سطحية التفكير عند الإنسان المعاصر. يعني على الرغم من كل هذا التطور العلمي والتعليمي الذي يعيشه الإنسان المعاصر، وعلى الرغم من كل هذا الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي الهائل الرهيب الذي تعيشه البشرية في هذا اليوم وسهولة الوصول إلى المعلومة والمعرفة، على الرغم من كل ذلك نجد أن كثيراً من الناس تفاعلوا إيجابياً مع ذلك الخبر الوهمي أو مع تلك الإشاعة. طبعاً سطحية التفكير ليست قضية تخص الشرقيين كما يحاول أو حاول البعض تصوير المسألة، لا، هي تمس العالم بأجمع، كما أنها لا تمس المتدينين بأي دين كان، بحيث أن الملحدين لم يعيشوا مثل هذه القضية. لا، المسألة هي تخص الذين تدينوا بأي دين كان، وتخص أيضاً الذين يتمسكون بتفاهة الإلحاد. هناك عشرات الملايين من القراء دخلوا مئات المواقع التي أنشئت خصيصاً للتبشير بنهاية العالم في الجمعة الماضية، وكل موقع من المواقع يقول لدي أدلة خاصة، يدعون هكذا: لدينا أدلة خاصة أن يوم 21 من ديسمبر هو نهاية العالم. إلى درجة في البداية العلماء، علماء الطبيعة بالتخصصات المختلفة، في البداية لم يتعاملوا مع المسألة بجدية، ولكن بمرور الوقت عندما وصلت إليهم رسائل بريدية من أمهات فزعات ومن ناس يريدون أن يرتبوا أمورهم لاستقبال نهاية العالم بالشكل الأفضل، صدقوا أن المسألة جدية، فعقدت مؤتمرات ومحاضرات على مستوى كبير، مراكز علمية ضخمة في العالم أقامت مثل هذه المحاضرات والمؤتمرات من أجل إفهام الناس أن المسألة وهمية وأن القضية ليست قضية حقيقية تستحق كل هذا التفاعل الإيجابي. هنا طبعاً أرى من الضرورة أن نقول بأن إذا كنا نحن لم نتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الإشاعة، ولكننا معرضون دائماً، وعشنا أيضاً عدة قضايا تشابه هذه المسألة، يعني مسألة خرافية وهمية إشاعة ويصدقها كثير من الناس وتنتشر بيننا بحيث الناس يتساءلون عنها إلى آخره، يعني نفس الصورة نحن معرضون لها. وبالتالي من المهم أن ندرس مسألة
سطحية التفكير عند الإنسان المعاصر. كيف؟ ما هي الأسباب؟ كيف يتم التخلص من ذلك؟ لما هي أصلاً موجودة؟ ما هي علاماتها؟ ما هي سمات الإنسان؟ سطحية التفكير حتى إذا كنت أنا مبتلى بهذا الشيء أتجاوزه من خلال الأسلوب الصحيح. لعل من أهم السمات التي تميز الإنسان سطحية التفكير، أعطيك مجموعة من المعايير. هنا كل إنسان يجلس مع نفسه، أبداً مو عيب أن الإنسان يكتشف خطأ عنده، كل إنسان دائماً يحاول أن يرتقي بمستواه. وبالتالي هذه العلائم، هذه السمات إذا اجتمعت عند الإنسان عليه أن يدق ناقوس الخطر، لربما كنت من ضمن هؤلاء. وإذا اكتشف بأنه غير مبتلى بمثل هذا الأمر الحمد لله، ويحاول يؤكد هذه المسألة ويخلص الآخرين من المبتلين بمثل هذا الأمر. من هذه السمات، سمات الإنسان الذي لديه تفكير سطحي، هي مسألة أنه يعيش حالة من الفراغ اليومي، عند أوقات فراغ كثيرة، بحيث أنه لا يعرف كيف يملأ أوقات الفراغ هذه، لا تجد عنده نشاط متنوع في يومه، أو لا تجد عنده نشاط هام عموماً في الصورة العامة لحياته. وعندنا حديث نبوي يحذر من هذا الأمر عنه صلى الله عليه وآله: إن الله يبغض الصحيح الفارغ. إنسان صحيح ما عنده مرض ما عنده كذا، ولكن بطالي فارغ، ما عارف يملأ وقته لا في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة، لا بيملأ بهالشيء ولا يملأ بهذا الشيء. هذه السمة الأولى، الفراغ. السمة الثانية، الاهتمام بصغائر الأمور، أيضاً على خلاف ما وجهنا إليه في الحديث النبوي: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. سفساف الأمور يعني الأمور الرديئة، الأمور التي تكون حقيرة لا قيمة لها، يشغل الإنسان نفسه بها، هذا أمر قبيح بالنسبة للإنسان المؤمن، يكره الله عز وجل أن يكون الإنسان بهذه الصورة. هذه العلامة الثانية، الاهتمام بالقضايا التافهة. العلامة الثالثة، السمة الثالثة، التعصب. التعصب ومحاولة عدم الاستماع إلى الطرف الآخر ولو بمثل المقاطعة الكثيرة للطرف الآخر. ما يتحمل الإنسان يسمع رأي آخر فيبدأ يقاطع ويقاطع ويقاطع، ثم يبدأ يتحول إلى أسلوب آخر، يهاجم، يحقر، يستهين، يهين الطرف الآخر، بل ربما يشتم، بل ربما يمد يده حتى، لأنه مو قادر يواجه الطرف الثاني، ما يتحمل نفسيا أصلا يستمع إلى الطرف الآخر. العلامة الرابعة، التصديق بما لا يقبله العقل. أكو مثل جدا رائع، حكمة هي في الحياة: حدث العاقل بما لا يعقل. تبي تختبره؟ قلت له شغلة غير معقولة: حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. إذا ما قدر شوية، إذا ما قعد شوية يحلل ويفكر ويركب الأمور على بعض، وبعدين يقول لا يبا هذا الشيء ما يصير، مو ممكن، فحين ذاك هذا يدل على عنده مشكلة سطحية في التفكير. حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. طبعا هنا أريد أن أنبه على نقطة: حديثنا عن سطحية التفكير مع ربط ذلك بنهاية العالم لا يعني أننا لا نصدق بنهاية العالم، بأن العالم سينتهي أو بيوم القيامة أو غير ذلك، بالعكس هذا شيء جزء من إيماننا، ولكن أن يرتبط بتفاهات، بإشاعات، بأمور ترتبط بآلهة وغير ذلك، بنص لا يعلم مصدره إلى آخره، هذا الشيء اللي نقول بأنه يدل على التصديق به، يدل على سطحية التفكير. الآن بعد ما أخذنا العلامات، ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان أو جعلت هذا الإنسان المعاصر في ظل كل ظروف المهيئة إلى أن لا يكون سطحي التفكير أن تجعله سطحي التفكير؟
هناك عامل ذاتي، أسباب شخصية، الكسل والاتكالية، حتى على مستوى التفكير هو اتكالي، ناطر أحد يعبي مخه، حتى ما له خلق هو يدور، ما له خلق يسأل، ما له خلق يتعلم، كسول، وبالتالي ينتظر الغير يملأ له بما شاء، فقد يملؤونه بشيء إيجابي وقد يملؤونه بتفاهات أو أشياء سلبية. الخوف، في ناس يقولون الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح، أو أكو مثل آخر كويتي يقول المشي تحت الساس، يعني بجنب الحيط بتعبير البعض. يقول أنا إذا دشيت في عالم التفكير وأفكر وأحلل كذا، أنا أشوف وايد من الناس اللي أصحاب الرأي والناقدين بالسجون، ملاحقين، معذبين، يشتمونهم كذا، مهانين إلى آخر، إيش لي أنا بعوار الرأس؟ لا، يبقى وخر عن كل هذا، وبالتالي يجمد عقله حتى لا يبتلى بشيء مما ابتلى به أصحاب العقول. وأحياناً تكون المسألة من باب تفضيل مصادر المعلومات السطحية على مصادر المعرفة الأصيلة والعميقة ومصادر الفكر والتعليم الصحيح. كثير من المجلات الاستهلاكية والمواقع الاستهلاكية والرسائل الاستهلاكية موجودة اليوم، وسائل الاتصال قدمت لنا هذا وقدمت لنا هذا، فهو يختار تلك على هذه بسوء اختيار، بعدم توجيه، بالنتيجة يصل إلى أن يكون من سطحية التفكير. أكو مقطع جميل جدا، تشبيه جميل جدا من المرحوم الشيخ الوائلي، عنده كتاب اسمه تجاربي مع المنبر، يقول هناك في مقطع من كلامه: فإن جمهور الأعمال التي فيها أصالة ومعاناة دائما أقل من جمهور الأعمال السطحية، فإن الذين يلاعبون قردا قد يجمعون من الجمهور أكبر بكثير مما يجمعه أينشتاين إذا أراد شرح نظريته النسبية. يقول هذا حال أكثر الناس. هناك أسباب تربوية، من هذه الأسباب التربوية اعتماد النظم التعليمية الخاطئة والاكتفاء بالشكليات في التعليم. أنا أتذكر بالمكتبات عندنا في الكويت مثلا، الطالب يكلف ببحث، بحث عن التدخين، مضار التدخين، جيد أن الطالب يعلم أنه يكتب بحث ويسوي بحث وين يدور وكذا. المكتبة العامة شو تسوي؟ طبعا هني أكو خطأ، أن تم توظيف كل الطلبة في موضوع واحد، كلهم بيروحون للمكتبة العامة اللي يم البيت. كم نسخة من هالكتاب موجود؟ والتكليف اليوم تسأدونه باكر تقدمونه، كم كتاب، كم نسخة أكو؟ نسخة، نسختين، ثلاث، كم طالب أكو؟ 200 طالب. شو تسوي المكتبة؟ تصور نسخ جاهزة من البحث وتحطها على الرف، ويدز هذا السائق، السائق يدزه، يقول حق السائق ولا الخدامة: هذا شوف العين، أنا كلكم روح يا سائق يجيب لي بحث عن التدخين، هذا هم يروح يجيب له الورقة، هذا الورقة يأخذها يدبسها بالدفتر يقدمها للأستاذ 5-5. هذه واحدة من الأخطاء تخلي سطحية التفكير، أنت ما علمت لا يبحث ولا يفكر ولا يقرأ ولا كذا. نعم، أنت قلت في مناهج التعليم عندك بأن أنا حاط البحث شيء مهم وعليه درجات وحاسب عليه، لكن بهالشكل غرس الفكر الاستهلاكي والبحث عن الرفاهية والمتعة، نربي عيالنا على هذا الشيء، أهم شيء تكون مرتاح مستانس كل شيء حوالينك، ما نعلمه على أنه يتعب أنه يحصل الشيء، أنه يجاهد عقليا حتى يوصل إلى الفكرة. كل شيء جاهز، مدام كل شيء جاهز ولازم يستانس وبس، إذن المسألة راح يتربى على هذا الشيء. قتل منابع التحليل والتفكير والإبداع عند الطفل من خلال ردود فعلنا السلبية: يبا سويت الشغلة الفلانية، اذلف قاعد أطالع التلفزيون، يما أنا عملت كذا وكذا، شنو هالمسخرة، وهكذا. ردود الفعل السلبية هي بالنتيجة توصل رسالة إلى الطفل إن مهما فكرت مهما أبدعت الأبواب مغلقة، إذا خلاص يريح مخ، بالتالي يكبر وهو ما عنده تشجع على إنه يبدع أو يسأل
أو غير ذلك. هناك أسباب ظرفية، فائض المعلومات السطحية المنتشرة وسهولة نشرها بلحاظ التطور التكنولوجي، والناس تدور الراحة عادة، فالشغلة اللي هي تافهة وكذا هي اللي تنتشر، والشغلة اللي فيها قيمة وتفكير وفيها بحث تشوف قليلا ما تنتشر. الإعلام الذي ركز على ما تريده غرائز الناس لا على ما يريده عقل الإنسان أو ما يحتاج إليه عقل الإنسان للتنمية. الإحباط الذي يركز قناعة أنه مهما أردت أن تتطور القضية قضية واسطة، القضية قضية محسوبيات، القضية قضية أي شيء إلا الفكر والإبداع والتطوير. هنا يحبط الإنسان ويقول شنو الداعي إن أنا أفكر، وشنو الداعي إن أنا أتطور، وشنو الداعي إني أنا أبدع. إن وجود تلك الأسباب بالنتيجة لا يقدم المبرر الكافي للأنس بسطحية التفكير والركون إلى ذلك. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بفطرة باحثة عن الحقيقة وبعقل جبار، لا يستفيد الإنسان عادة من قدراته إلا بنسبة 2%. وكما أن التكنولوجيا المعاصرة ساعدت على نشر السطحية في التفكير، فإنها أيضا قدمت مادة معرفية ضخمة ميسرة للجميع، تتضمن مئات الآلاف من الكتب بنسخها الإلكترونية والعديد من القنوات الفضائية العلمية والثقافية، وسهولة اقتناء النسخة الورقية من الكتاب، تطلبها اليوم بالإنترنت بعد أسبوع الكتاب موجود عندك بأرخص مما تشتريه من المكتبة. وبالتالي فإن المشكلة هي مشكلة الفرد الذي يختار ما هو سطحي ويركل ما يمكن أن يقدم إليه العلم والمعرفة والحكمة. إن مشكلة الإنسان في تعصبه الذي يمنعه من الاستماع إلى الآخر وإفساح المجال لعقله كي يفكر ويحلل ويستنتج ويفاضل. إن مشكلة الإنسان وإن كانت في جانب منها تعود إلى تلقيه تربية وتنشئة خاطئة، إلا أن المقومات الذاتية التي يملكها تمكنه من أن يتمرد على تلك التربية والتنشئة ليبني لنفسه من جديد مساراً فكرياً سليماً متناسباً مع حجم الإمكانات التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى عليه وسيسأله عنها لاحقاً. فقد جاء عن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.